عموما هنكمل كلامنا، ولكن خلونا نطلع نشوف ماذا قال الحاج محمد مصلحي في هذا الامر ونرجع نكمل. حابب ان انا الاول ان انا اشكر يعني النائب احمد دياب على دعوته الكريمه ان احنا نحضر احتفال ومؤتمر زي ده. انا شايف ان النائب احمد دياب او رابطه الانديه المحترفين عاملين شغل اكثر من رائع خلال المرحله اللي فاتت، وشايفين في تغيير احنا في الدوري المصري نفسه، فانا بتمنى له ان شاء الله كل توفيق. انا بقول ان التنظيم رائع جدا جدا، المكان زي ما حضرتك قلت في ذكاء ان هم يختاروا هذا المكان. انا بصراحه كنت اول مره اجي النهارده العاصمه الاداريه، انبهرت باللي موجود انبهار غير عادي، شايف شكل بصراحه اللي انا بسال نفسي فيه هو ده اتعمل امتى، اللي انا موجود فيه ده اتعمل امتى. ولكن انا لا، حاجه محترمه جدا جدا، وانا شايف ان هم يعني لما يتقال على فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل عاصمه اداريه جديده، انا بقول له بصراحه بحييه يعني على اللي اتعمل، حاجه اكثر من رائعه، شكل محترم جدا جدا. اتمنى ان شاء الله زي ما حضرتك بتقول ان احنا نشوف حاجه كويسه المرحله الجايه. لا، انا شايف بدايه البدايات ان شاء الله النهارده بهذا الاعلان اللي موجود، وان مفيش دوري في العالم بدون مسمى. النهارده لما يكون في دوري بمسمى جديد في الموسم القادم ان شاء الله، دي بدايه نجاح وبدايه البدايات ان شاء الله في المرحله الجايه. حضرتك لو متابع جيد طبعا الاحداث، انت شايف خلال الشهر اللي فات احنا كان في اجتماعات يعني مره واثنين وثلاثه مع رؤساء الانديه الشعبيه المصري والاسماعيلي واسوان ومحله ونادي الاتحاد السكندري، وحضرنا جلسه واثنين، وكان في بعض الجلسات او الثلاث جلسات احنا عملناهم كان معانا النائب احمد دياب فيها، بيشوف بالنسبه لنا ايه الطلبات اللي احنا عاوزينها. زي ما حضرتك بتقول انديه شعبيه يعني خمس انديه اللي انا قلتهم دولت، ويحصل على قمتهم كمان النادي الاهلي ونادي الزمالك والخمس انديه، فانت بتتكلم على سبع انديه خلاص من 18 نادي، يعني في 11 نادي مؤسسات وشركات. فحضرتك النهارده احنا مستنيين بكره يوم الاثنين بكره، ان في بكره في اربع ماتشات بتحدد فيها الدوري المصري من الهبوط. فهل تتخيل حضرتك دلوقتي زي النادي الاسماعيلي ونادي اسوان ونادي المحله من الانديه الشعبيه اللي ممكن انها واحد منهم او اثنين ينزلوا درجه ثانيه، فانت بعد كده هتقلل كمان وهيزيد الانديه الشعبيه. فحضرتك احنا بالنسبه لنا احنا محتاجين زي ان احنا نعظم مداخيل الانديه زي نادي الاتحاد والانديه الاخرى. جلساتنا كلها ايجابيه، قعدتنا مع الوزير كان فيها قعدات محترمه جدا، وزي انشاء لشركات الكوره في المرحله الجايه. فاتمنى ان شاء الله ان شاء الله في المرحله الجايه ان احنا نشوف حاجات افضل للانديه الشعبيه. اتمنى بصراحه يعني ده حلم بالنسبه لنا. وانا حضرتك بتقول انت يعني بتتكلم دلوقتي على الراعي لفرقه كوره او دوري كوره، انا عندنا زي النادي الاهلي ونادي الزمالك والانديه الاخرى عندنا 18 لعبه، انت عندك الباسكت وعندك الكوره وعندك الهاندبول وعندك الطايره وعندك امور كثيره جدا جدا. فاتمنى ان شاء الله ان احنا لا الموضوع عندنا صعب، يعني انا بحكي على فكره الكامل ابو علي رئيس نادي المصري او نادي الاسماعيلي بقول لهم انت عندكم لعبه واحده كوره وعندكم مشاكل كده جدا، فما بالك احنا ان احنا الحمل اللي احنا واخدينه والناس مطالبه مننا عندها طموح عالي جدا ان يشوف نادي الاتحاد تملي في مرحله محترمه. ولكن في الاخر انا اتمنى ان شاء الله هننجح في المرحله الجايه، وجميل نادي الاتحاد السكندري اتمنى انا بقول ان جميل نادي الاتحاد السكندري في حته تانية خالص، وانا بشكرهم على دعمهم المستمر لمجلس الاداره ونادي الاتحاد. فانا من خلال حضرتك انا حابب ان اشكر جميل نادي الاتحاد السكندري على وقفتها المستمره مع نادي الاتحاد ودعمها المستمر لنادي الاتحاد.